هل تحدد أحداث الطيون عمر الحكومة وتبدل في أولوياتها؟ وإلى أي مدى أخطأت الأجهزة الاستخباراتية في استدراك ما جرى؟ هل يحتمل الوضع الاقتصادي مزيداً من الانزلاق نحو شلل في الحلول؟ ماذا لو بقي الثنائي الشيعي مصراً على استبدال المحقق العدلي طارق بطار واتهامه بالعمالة؟ وما المغزى من شيطنة التحقيق؟ وفي الذكرى السنوية الثانية لثورة 17 تشرين، كيف ترسم المجموعات المعارضة خطواتها؟ بماذا تعد الناس؟ وهل ما يمكن إنجازه يرضي الشارع المنتفض؟ الانتخابات النيابية محطة انطلاق أو محطة وصول؟ ضيوف الحلقة: وزير الدفاع موريس سليم، المدير التنفيذي لحركة سوا لبنان سعيد صنديقي، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صغيري، الأستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة المحامي كريم ظاهر، العضو المؤسس في ACT سامي صعب. صوت الناس مع ماريو عبود، الأحد 9:30 مساء على الـ LBCI وصوت بيروت انترناشونال.